إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة عن أسرة التقنية. النهاردة نتكلم عن موقع توكسيفي. طبعا اتكلمنا عن تايكو فيست واتكلمنا عن كومونتي سواب، والحمد لله الموقعين سافروا، فعقبال توكسيفي إن شاء الله كده ما نشوفه مسافر وبيرفرف في الفضاء. تعالوا نشوف توكسيفي واللي بيحصل فيه. توكسيفي دلوقتي لو دخلنا على الموقع هنلاقي ان الموقع كرييتد على هوستنجر، مش عارف ايه حكايه ان كل المواقع دلوقتي طالعه على هوستنجر، مش عارف ايه القصه. المهم يعني ايه، خلينا ان اتحجز الدومين يوم 6/5/2024 وتم عمل المنصه يوم 13/5/2024، وكمان الجماعه صارفين ومكلفين بدل ما يحجزوا لمده شهر واحد، سوري سنة واحدة، حاجزين سنتين للدومين. طيب تعالوا نشوف القصة بقى والدنيا فيها ايه ونقول يلا بينا. توكسيفي يا جدعان المفروض ان هو حسب التعريف بتاع الموقع مش موقع استثمار، هو اي بانكينج. اي بانكينج يعني حضرتك حاجة كده مثلا عندك زي هنقول باينانس بي، حاجة زي مثلا سكريل، حاجة زي بيرفكت ماني، الحاجات دي كلها تعتبر بانكينج سيستم، انك انت تقدر تخش تحط فلوس وبتسحب الفلوس بتاعتك تاني. ولكن هنا المفروض ان هو مشروع على اساس انه مش بانكينج سيستم، المفروض ان هو موقع استثمار، فدي اول مشكلة. طيب نيجي بقى لتاني مشكلة حضرتك، الكونتاكت. لما حضرتك تخش على الكونتاكت هتشوف ان هو هنا حاطط لك خريطة امريكا. طبعا مفيش اي توكسيفي في امريكا، مكان فاضي، ما علينا مش ده قصتنا. ولكن القصة التانية اللي هو حاطط لك هنا موبايل نمبر، رقم مش امريكي، 04 مش عارف كام 5، ملوش دعوه بامريكا، وخش يا معلم على الايميل. الراجل طبعا بما انه نصاب او عايز ينصب فاستخسر يشتري ايميل باسم السيرفر، فبقى اسم الايميل جيميل، يعني موقع وبانكينج ومش عارف ايه، وفي الاخر راح حاطط جيميل. طبعا جيميل ايميل فري، ولازم تعرف حضرتك اكيد انك انت لما بتتعامل مع سكريل او بتتعامل مع اي منصة محترمة المفروض ان هو بيبعت لك الايميل اللي هو الرسمي اللي بيبقى باسم المنصة. يعني لو بيرفكت ماني هيبعت لك الايميل باسم اد بيرفكت ماني وهكذا. فمعنى انك انت تحط جيميل معنى كده انك انت ده اول البلح اللي احنا شايفينه، والخريطة تاني بلح. طيب نيجي على الموقع نفسه، نخش كده ونبص بس سريعة عشان نقول هل هذا الموقع حقيقي ام فانكوش. نيجي نخش بعد كده على الداتا هنا، هتلاقي ان هو طبعا حاطط لك الداتا ان هو في 24 مليون اكونت هولدر، 3 مليون توتال ترانزاكشن، مش عارف 120 مش عارف كام توتال برانشز، عندك 240 دولة. طيب نيجي من اول هنا، 24 مليون اكونت، طبعا الكلام ده عند تفتح، يعني انت حضرتك فاتح ما بقالكش 10 ايام وتقول انك انت عندك 24 مليون مستخدم. طبعا الكلام ده اصلا مش موجود حاليا على منصة زي باينانس، مش هتلاقي 24 مليون مستخدم مرة واحدة على باينانس، فالكلام ده بلح. هتيجي برضو لكمية الفلوس المتحولة 3 بليون. طبعا كل الحاجات دي زي ما قلنا بيبقى سكريبت جاهز بتحط عليه بيانات وهمية عشان خاطر يوهمك انك انت فعلا على موقع محترم واللي مسكينه ناس محترم، ولكن الحقيقة بتبقى غير كده، بيبقى موقع نصب. زي ما اتكلمنا عن تايكو فيست برضو كان بلح، وقعد يقول لك ان هو في الامارات ومش عارف ايه، وفي الاخر ولا في رخصة ولا في حد من الامارات اتكلم على هذا الموقع. نيجي بالنسبة برضو لتايكو فيست، فنفس الفكرة حضرتك الموقع ده نصب، لو اتحطيت فلوسك فيه هتغبنا ظلموه بعد كده، وتقدر حضرتك تبص تاني تتأكد عندك الايميل، ايميل مش رسمي، عندك الداتا الموجودة على السكريبت، داتا غير واقعية نهائيا. هتيجي بعد كده هتيجي على ده، خلي بالكم نفس الشركات برضو كانت محطوطة على R4CA، يعني تقريبا زي ما قلنا احنا بنتكلم ان كل المواقع دي معمولة بشبكة واحدة، نفس الدماغ الالماز اللي بتروح تشتري السكريبتات اللي قريبة من بعض وتطلع تعمل لك هذا الموضوع. وطبعا كلهم ما بيطلعش بالشوم عشان بيتكسفوا يطلعوا ويتكشفوا على رجالة. فطبعا برضو كان قال لي النهاردة انه هيتم ان شاء الله اكسكم، مفيش حاجة طبعا تويتر. Mm-hmm.
كالعادة ملهمش حاجة على تويتر، وملهمش حاجة برضو في الفيسبوك، وكل الكلام ده كلام فاضي مفيش أي داتا اليوم. طيب كان حد بيقول إن هما جماعة نصابين زعلانين عشان أنا بطلع المواقع بتاعتهم بلح، وفي مواقعهم ابتدت تتقفل فهيقفلوا القناة. والله تبقوا عملتوا فيا خير يا جدعان، الدنيا صيف والواحد يعني بيعمل الشغل بتاعه، وانتوا عارفين الحر بيبقى وحش يعني، الدنيا حر فالواحد عايز يشتغل في الشتاء. فلو تقفلوا القناة والله تبقوا مشكورين، ونشوفكم إن شاء الله حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.